اظن بعد كلمتش وقال لك لا يبي منك ورد ولا عمات عين ولا اتصالات. شنو ما تفهمين؟ ما تفهمين ولا شنو بالضبط؟ فهميني. لا تصرخين لا تصرخين، احنا في مكان ما يصير تصرخي فيه، مو هذا المكان علشان نتناقش فيه مواضيعنا العائليه. اي امور عائليه؟ اي بطيخ اصير ليش تصيرين لي؟ شنو بالضبط؟ تفضلي. ايش تبين؟ انت اللي ايش تبين؟ قولي لي ايش تبين بالضبط؟ دزين ورد حق فهد؟ تطرشين مسجات وتدقدقين وتلفين وتدورين عليه، ايش تبين بالضبط انتي؟ يا اخي طلعي من حياتنا، خلينا عايشين مرتاحين. دام منكم مرتاحين مثل ما قاعده تقولين، ليش متعبه نفسك وياي لهني؟ ليش خايفه؟ واذا يعني خير دزيت له بوكيه ورد ايش صار؟ انتي لو ضامنه حب فهد لك واخلاصه، شلون متعبتي نفسك؟ ولا تعنيتي ويدي هني وقمتي تصرخين؟ حتى لو دزيت له 20,000 بوكيه ولا همك. بهدي يحبني انا.